ميرا بتعمل عظمه بجد. بصوا حلاوه حلاوه يعني بجد. انا كنيهال انا عاجبني الميك اب جدا ومرضيه بيه. الروز الاحمر هي اللي اختارت والله يا عشان ما تشتمش. ايوه انا قلت لها عشان يبقى نحس بقى ان احنا غيرنا حاجه اللوك التاني. اه بس بصراحه يعني هي انقذتني. انا كان خلاص عيني ساحت وكل حاجه ضاعت، والسبب مني مش من الميك اب الثانيه برده عشان حرام انا عيني بتدمع كتير فالدنيا باظت معايا. بس ميرا شاطره جدا جدا وعرفت تنقذ الموقف وعرفت تطلع لوك جامد جدا جدا. وبرده ميرا هتعمل لكم اوفر حلو قوي لكل عروسه هتروح لها 1000 جنيه لاي عروسه لمده اسبوع. شفتوا الدلع؟ في حد بيدلعكم كده؟ بس انا ما كنتش زفاف. بس يلا كله يدخل يعمل لها فولو دلوقتي ويشوف العروض اللي عندها عشان هي هتعمل لكم عروض كتير كتير. يلا استنوا معانا صور شفره. انا ما عاشرش الناس الصفره الاعلى اجرام في القاره. باسبوري ما فاضلش فيه صفحه. انا عايز البيضه كام بيبي كام، لا عايز السمره كام بيبي كام.